أهلا بكم أيها الرائعون، دائما مع التمارين الرائعة في قانون الجذب، وهذه المرة تمرين لوحة الأحلام الرائع جدا. يمكنك إنشاء لوحة أحلام عن طريق قص الصور والكلمات التي يمكن أن تمثل أهدافك في المستقبل. على سبيل المثال، إذا كنت تريد جذب شريك حياتك، يمكنك وضع صورة لزوجين، وسيكون من الأفضل أن تركز على أسلوب حياتك، بمعنى أن تأخذ الصور المطابقة لما تريد بالضبط، سواء أخذت لوحة خشبية أو غير ذلك. فقط عليك أن تقص الصور وتضعها مثل المجلة الحائطية في غرفتك أو في المكان الذي تمر منه بكثرة في منزلك. مثلا لجذب علاقة عاطفية رائعة، سيكون من الأفضل أن تضع بعض الصور لزوجين سعيدين يعيشان في منزل ما، وطبعا حاول أن لا تذكر الخصائص الفيزيائية مثل الشعر واللون وغير ذلك. وعليك بطبيعة الحال أن تختار الصور التي تناسب نمط عيشك. طبعا عندما تمر أمام هذه الصور بين الحين والآخر، فعقلك الباطن يختزن الرسالة أو الغاية من هذه الصور، وبالتالي فإنه يعمل كلما تكررت الرسالة على جذب الأحداث والوقائع المناسبة التي تمكنك من جذب ما تريد بالضبط. يمكنك طبعا أن تضع الصور التي تهم كل الأشياء التي تريدها في حياتك، مثل الوظيفة والمنزل الذي تريد أن تقطن به، سيارتك المفضلة وغير ذلك من الأشياء التي تريدها كأهداف خاصة. طبعا كل شيء بإذن الله، لكن حاول أن تشغل عقلك الباطن وتجعله بكل بساطة يجذب إليك هذه الأشياء بصورة أسرع وبشكل رائع جدا في حياتك. يوسف حسن، في أمان الله.